نروح للتعليم. وفي مشكلة بتقابلنا كل سنة وبتقابل وزارة التعليم، وهي مشكلة اللي عمرهم بقى 5 سنين وانت طالع، وعايزين يدخلوا مدارس رسمية لغات اللي هي التجريبيات. طبعا ده السنة اللي جاي حضرتك هيبقى 6 سنوات، ومن المفترض ان القرار الوزاري محدد القبول في سن اللي هو الكيجي من 4 إلى 6 سنوات إلى يوم. طب اللي عنده 5 سنين دلوقتي السنة اللي جاية هيبقى عنده 6 في 11، واللي عنده 5 وشهر 5 وشهرين السنة اللي جاية بقى 6 وشهرين وهكذا. ده كده خلاص مش السيستم نفسه مش هيقبله. طب ده يروح فين؟ مشكلة كل سنة، لأن ما عنديش فصول، ما عنديش أماكن تستوعب ده. طب إيه الحل؟ ما الناس برضو عايزة تدخل ولادها وتعلمهم تعليم كويس. المشكلة عندي في الكثافات، مشكلة عندي في الفصول. في قرار هنشوفه حالا دلوقتي على الشاشة من الدكتور رضا حجازي، وكان يعني في لجنة كده مشكلة بيتكلموا عن أن هناك حلول لهذه الأزمة. طيب إيه الحلول؟ تعال نشوف القرار بيقول إيه القرار، لأن القرار ده لما نزل زي ما حضرتك شايفين القرار عمل أزمة، وأزمة كبيرة جدا، في أن الناس فهمت أن ده هيكون زيادة لكل المراحل لكل المراحل، ولكن القرار هو بيتكلم عن جميع الأطفال فوق ال5 سنوات بالمدارس الرسمية للغات خلال الفترة. ودي أعضاء اللجنة الدكتور دحجازي، الدكتور أكرم حسن، الأستاذ جوزال فتحي، الأستاذ خالد حجازي، الأستاذ محمد مصطفى، الأستاذ نعم أحمد، الأستاذ سمير، كل اللجنة طبعا لها التقدير، ولكن برضو يعني محتاجين برضو بعض التفسير. تعالى كده نشوف، مش عارف الدكتور دحجازي معانا ولا لا. طيب ناخد الدكتور دحجازي نائب وزير التربية والتعليم ورئيس قطاع التعليم للتوضيح هذا القرار وحيثياته. دكتور رضا مساء الخير. مساء الخير الزهاني، ازاي حضرتك؟ يا اهلا بيك يا دكتور رضا، تحياتي لحضرتك، واحنا اسفين ان احنا مسهرينك. دكتور رضا، مشكلة من هم فوق ال5 سنوات وعايزين يتقدموا الى الكيجي، اللي طبعا لو جه عليهم العام القادم بقوا 6 سنوات فلن يقبلوا بمجرد سيستم القبول نفسه، ودي مشكله بتواجه ناس كتير جدا، يا ترى هل من حلول هذا العام؟ بص يا استاذ هاني، انا عايز اقول لك ان احنا كان عندنا 4 محافظات، التجربه دي كانت من العام الماضي واللي قبله، بيبقى قائمه الانتظار في الاطفال اللي مقبولين في كي جي المدارس الرسميه للغات بيبقى فيها كبيره قوي، وبيبقى في توتر، وطبعا بيبقى في ضغط، وفي قد ناس تستثمر هذا الكلام بشكل غير 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 صحي او غيره. صحيح. احنا هذا العام مع السيد الوزير على طول بعتنا المشكله الثاني، ان الطفل اللي مش هيدخل اللي هو عنده 5 سنين فاكثر وما التحقش السنه دي بكي جي 1 في المدارس الرسميه للغات لن يستطيع دخول المدارس الرسميه للغات العام القادم. صحيح، لانه هيبقى 6 سنين و هيبقى 6 وي بالظبط. فاحنا بعتنا خطاب للمديريات قلنا فيه دوروا على فراغات، ممكن نرفع الكثافات بالحد الذي لن يعوق العمليه التعليميه. تمام. نعمل فصول ملحقه، اي حاجه اخرى وفق النظام، لا بتحيث تبقى يعني منسجمه مع نظام التعليم الجديد، وتعرض على السيد المحافظ في محافظتك، وبالتالي احنا كده بنطمن الناس كلها ان ابنك هيبقى له مكان، ما تقلقش، ما تروحش الاساليب ملتوية. تمام. وبالتالي ده كان مغزى القرار اللي الوزارة التربية والتعليم أخذته لالتحاق أبنائنا التلاميذ 5 فأكثر بكيجي بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات. طيب دكتور رضا، زي ما حضرتك عملت تطمين دلوقتي لأولياء الأمور لأولادهم فوق ال5 سنوات، يعني القرار ده في بعض الناس أولته تأويل خاطئ أن دي فتح كثافات لجميع المراحل بما فيها الابتدائي والإعدادي والثانوي وما إلى ذلك في المدارس الرسمية والرسمية المتميزة. ما حقيقة هذا يعني وفق هذا القرار؟ هذا القرار يختص بقولها وبأكد عليها إلى أطفال الكيجي مدارس الرسمية لغات. انت اصلا لما هتحب تزود في المدارس في تانية او رابعة او خمسة هتجيب ولاد منين اصلا؟ هي الالتحاق عندك في اولى في كي جي ايه؟ في كي جي 1،
وال10% المخصصه مع الوزير والسيد المحافظ محافظ. هي المنوط بها فقط لا غير. يعني حضرتك بتؤكد ان هذه يعني فقط لمرحله، خلينا نكون محدد يا دكتور رضا، كي جي 1 بالظبط يا فندم. يعني مفيش زياده كثافات في الفصول الرسميه والرسميه المتميزه، لان كل الجروبات الخاصه باولياء الامور يعني في حاله احتقان وفق الفهم اللي وصل لبعض الناس. الخطاب الذي تم تصديره للمديريات يختص بتلاميذ رياض الاطفال، اما رفع الكثافه في الفصول الاخرى او الصفوف الاخرى هذا يختص بخطابات محدده من سياده الوزير او سياده المحافظ. وفق ال 10% ايضا المتاحه. بالظبط كده، الله ينور عليك، ال 10% المتاحه. انا عايز اقول لك، اتفضل يا دكتور، اتفضل. في حاجه كده عامله لغط قوي على السوشيال ميديا. احنا كان عندنا اشتباه في حالتين التهاب سحائي صحيح في شرق اسكندريه، تمام، في مدرسه مصطفى النجار الرسميه لغات تحديدا، تمام، في فصل رابعه ثالث تحديدا كمان. والبنتين دول، ده انت متابع جيد قوي يا دكتور بالتفاصيل، معلش بقى. فانا عايز بس اقول ان البنتين، واحده خرجت مفيش مشكله، وواحده راحت مستشفى، ووزاره الصحه اكدت انه لا يوجد لهؤلاء، ليس لديهم اي مرض التهاب سحائي. بالنسبه لوزارها النهارده مدير مديريه اسكندريه ورئيس المجلس الاعلى من الاباء والامراء المهندس احمد كمال، تمام. بس انا عايز الفت النظر ان في طفله بقى اسمها كارما برضو بالمناسبه، يعني ده في كي جي 1 بمدرسه صقر في المنتزه، دي توفت نتيجه حدوث هبوط في الدوره الدمويه. ففي ناس بدات النهارده بقى يربطوا ده الوفاه بالالتهاب السحائي. ايوه، يربط ما بين كارما اللي خرجت وروحت وما عادش عندها مشكله، وكارما اللي هي كارما الاولانيه في رابعه ثالث في مدرسه مصطفى النجار، لكن كارما اللي ربنا يرحمها ويصبر اهلها يا رب، دي اتوفت بهبوط في الدوره الدمويه وهي في كي جي 1 في مدرسه خاصه في اداره المنتزه. تم تعقيم الفصل رابعه ثالث، تم اعطاء الاطفال المخالطين بعض الادويه اللازمه. انا عايز اقول ان بيحصل تطعيم للمرض التهاب السحائي على كل عام للاطفال اللي داخلين مراحل الدراسيه، يعني كي جي 1، اولى ابتدائي، اولى اعدادي، اولى ثانوي. وزاره الصحه اصدرت يعني نشره بتاكد فيها ان مفيش اي حاجه. فانا عايز اقول بس اللي منتشر كده والناس يعني قاعده تروج اشاعات، انا بقول لهم احنا لو في اي حاجه احنا اكتر ناس هنبقى حريصين على اولادنا، وعلى طول فورا ممكن نمنع الاولاد ان هم يروحوا المدرسه لان احنا خايفين عليهم. وهو ده السؤال يا دكتور رضا، يعني بفرض ان وقع او وقعت الواقعه زي ما يقولوا وفي حاجه زي الالتهاب السحائي، ايه المصلحه ان احنا نداري ونقول ما فيش وننكر؟ انا هسيبهم ليه؟ انا بالظبط انا هسيبهم عشان العدوى تنتشر؟ اذا انت النهارده طمنتنا ثلاث تطمينات يا دكتور رضا، التطمين الاول للاطفال فوق الخمس سنوات، التطمين الثاني اطمنوا يا اولياء الامور المدارس المتميزه والمدارس الرسميه للغات مش هتزيد الكثافات في الفصول، التطمين الثالث وقد يكون ده الاهم والاخطر في هذا التوقيت لخطورته على السوشيال ميديا، ان الالتهاب السحائي تحت السيطره وما فيش انتشار لهذا المرض في اسكندريه، وهذا ما يؤكده الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم ورئيس قطاع التعليم بوزاره التربيه والتعليم اللي بنشكره. شكرا جزيلا دكتور رضا حجازي، كان معنا عبر الهاتف. بشكرك دكتور رضا. اعتقد ان موضوع الالتهاب السحائي برضو خد زخم كتير وفي حاله من التخوف وحاله من القلق والهلع. بس هو السؤال، لو ان هناك بالفعل التهاب سحائي، ما مصلحه وزاره التربيه والتعليم في التعتيم؟ ما مصلحه وزاره الصحه في التعتيم؟ بالعكس، اقفل المدرسة، ادي اجازة يوم اتنين تلاتة اسبوع، نزل الناس تدي الامصال، نزل الناس تعمل مسح. انما لو موجود التهاب سحائي بالفعل، عشان بس نبقى بالعقل، انا كوزارة هسيبه ينتشر؟ وبدل ما يبقى عندي حالة او اتنين هيبقى عندي مئات الحالات وعشرات الحالات وادخل على كارثة؟ طب ما انا من البداية لو عندي ده ما انا هقفل. برضو مش عايزين ننساق قوي ورا كل حاجة ممكن تتقال في الفترة الحالية.